رغم حداثة تركيزه فهو يشبه خلية النحل، يعمل 24 ساعة على 24 ساعة. جند للغرض عدد من أطباء الاستعجال وشباب متطوعين، هو امتداد لمركز نداء 190 التابع لوزارة الصحة والمخصص للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، أحدث بمقر بلدية تونس بالقصبة لتخفيف الضغط. طيب هذه الثلث احنا عندنا في السامو الاصلانيه كنا ثلاثه من الناس يجاوبوا، رديناهم 20 بوست، ومن بعد وقت اللي ما كفاش زدنا في سنتر اوربان نور عند اللي عندنا مع تونيزي تيليكوم وكومونيك زدنا 20 بوست اخر ما كفاوش، زدنا توا 10 بوستويت اخرين، لان خاطر تعرف 190 ماهوش المركز النداء، هو سبيطار، دونك يلزم طبيب يجاوب ويا اون كيستيون دو ريسبونسابيلتي ميديكال، وفما زيد حمايه معطيات شخصيه. الخدمه بتاعنا الاصليه هي النجده والانعاش والوعد، مش البريليفمون كهول. بلغنا وكما الناس الكل وانه فما ضغط كبير على رقم 190، فقمنا بالمبادره هذه بالتعاون مع وزاره الصحه انه بلديه تونس توفر مركز نداء باش نقصوا الضغط على ال 190، كيف باش نطمنوا الناس وباش نقصوا حتى من فتره الانتظار. وزير الصحة عبد اللطيف المكي أدى زيارة إلى هذا المرفق الصحي الفرعي وأكد إمكانية مزيد تعزيز مركز نداء 190. احنا ماضيين في تعزيز قدرات ال 190، ولكن ال 190 فقط ماهوش، ال 190 ماهوش هو الحل الوحيد اللي موجود، فنشغلوا المنظومة الصحية كلها سواء كان بقطاع الخاص أو القطاع العام. قريبا باش يكون ثم تطبيق اسمه ميد بوينتي ان اللي هي تتعامل مع أطباء القطاع الخاص، باش تكون كذلك على ذمة المواطنين. احنا نستوفي بعض الشروط القانونية لأنه فيها أسرار طبية وشخصية وإلى غير ذلك، نستوفيهم ونحطوه على ذمة المواطنين. بالنسبة للتونسي اللي قاعد يطلب في 190، فما حاجات ينجم معناها يسألنا سؤالات، يقول لك أنا نحب نعرف الأعراض، أنا نحب نعرف معلومات على الكورونا، دونك في عوض باش يطلب 190 يطلب 80 10 19 19. فما ناس يحس شويه بضيق نفس، معناها مجرد انغوسي ستريس مفجوع، في عوض باش يطلب ال 190 يطلب 80 10 50 50. فما ناس يطلبوا على خاطر جاره والا ناس يعرفهم، ما يحترموش الكونفينمون والا ما يحترموش الحظر التجول والا، في عوض يطلب ال 190 يطلب ال 197 شرطه النجده ولا 193 الحرس الوطني والا 18 07 الشرطة البلدية. وغير بعيد عن هذا المكان وفرت قاعة خصصت لتكوين الشباب المتطوعين في الغرض.